القراءة نعمة أوصى بها رب العباد، اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد. تذكير وتأنيث الألوان. كان يا مكان، كان هناك دبة تحب الألوان. كان لون الدبة أبيض. أبيض for masculine، بيضاء for feminine. أبيض بيضاء. تريد الدبة بعض العسل. الآن أصبحت أذنها صفراء. أصفر for masculine، صفراء for feminine. أصفر صفراء. وقعت الدبة في الطين. الآن أصبحت بطنها بنية. بني for masculine، بنية for feminine. بني بنية. أكلت البطيخ. الآن أصبح فمها أحمر. أحمر for masculine، حمراء for feminine. أحمر حمراء. هي تريد الزهرة الزرقاء. الآن يدها زرقاء. أزرق for masculine، زرقاء for feminine. أزرق زرقاء. نامت الدبة على الحشائش الخضراء. الآن ظهرها أصبح أخضرا. أخضر for masculine، خضراء for feminine. أخضر خضراء. حائط وردي جميل. الآن أصبحت رجليها وردية. وردي for masculine، وردية for feminine. وردي وردية. الآن الدبة ملونة. لقد تعثرت في حجر ثم وقعت في الماء. يا إلهي، أين ذهبت كل الألوان؟ انتهت الحكاية. القراءة نعمة أوصى بها رب العباد، اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد. إن القراءة